عقدت اليوم جلسة تفاوضية جديدة بين وفدي الحكومة والانقلابيين في الكويت، وتلي الجلسة جلسة أخرى تضم رؤساء الوفدين مع المبعوث الأممي، ومن المقرر أن تعقد بعد ذلك جلسة مشتركة للجان الثلاث. وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد أقر بوجود صعوبات وتحديات تمر بها مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في الكويت. واصلت ميليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز، إضافة إلى قصف مواقع الجيش والمقاومة في محيط لواء 35 مدرع، في ظل وصول المزيد من التعزيزات الحوثية إلى المنطقة. كما تواصل ميليشيات الحوثي وصالح خروقاتها للهدنة ودفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مناطق صرواح غرب محافظة مأرب، كما دفعت بتعزيزات مماثلة إلى جبهة نهم شرق صنعاء وسط قصف مدفعي مكثف استهدفت به مواقع الجيش والمقاومة. وفي محافظة البيضاء واصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصفها المدفعي والصاروخي لقرى مديرية السوادية، كما قصفت مواقع المقاومة في المديرية ذاتها وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقتي عبل وخرفان. بدأ أكثر من 200 معتقل في سجن عمران المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم وما يتعرضون له من عمليات تعذيب نفسي وجسدي من قبل الميليشيات الحوثية. وتشير تقارير حقوقية إلى وجود أكثر من 10,000 مختطف ومخفي قسرا في سجون المعتقلات الحوثية. اقتحمت قوة أمنية فجر اليوم بمدينة عدن مقر صحيفة أخبار اليوم وعبثت بمحتويات مقر الصحيفة. نجا مدير شرطة دار سعد بعدن من محاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته صباح اليوم أثناء توجهه إلى مقر عمله، وأصيب المسؤول الأمني في الحادثة.